السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناة بالفم أوفيي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ف يلا فيقا غادي تدوزوا معايا النهار ديالي، فقلت علاش لا ما نديرش فطور ديال اليوتيوبرز هذاك الفطور اللي كيبقاو يديروا لنا لي في لي فيديو، فنتهلاو في راسنا حتى حنايا، فنغيروا شويه من داك لا روتين ديال اتاي والفرماج والخبز. فهنا كنشري انا هاد جولد ب10 ديال الدراهم كورون فليكس، زوينه البنات الا كانوا وليداتكم تيبغيو هكا الكورون فليكس مقرمل وهكا باكي زوينه، يعني فيها ما يدار وهكا ما كيبردش ليكم. وهنا كنقطع لي فخوي، مهم كنتهلاو في ريوسنا. الا بغيتيو ندير لكم ان فيديو على كيفاش تكتسبوا الطاقه الايجابيه ونحيدوا ديك الطاقه السلبيه، سيرتو البنات اللي كيجيهم اكتئاب، فقولوها لي في لي كومونتير باش هكذا نشاركوا معكم. وها هو الفطور ديالي واجد. اللي بغيت نشارك معكم هو هاد لابواط ديال لي ماكارون مويا اطلس، الناس ديال كازا صراحه غزالين البنات. لابواط كتكون فيها 27 وحده ب 50 درهم. هادي تقادات، مي كنت صراحه كنت باغي نشاركهم معكم نوريهم لكم، مي ما صورتش لكم صراحه. الا لقيت شي فوتوره غادي نخليها لكم. غزالين البنات، ها هو النيميرو التليفون ديالهم، وهما جاوا في الحي المحمدي البولفار ديال الفوارات. دونك فوالا هذه هي لادريس ديالهم، عندهم حتى الفيسبوك والانستغرام. بالنسبه لهكذا الناس اللي كيكونوا عزيز عليهم هكذا لي ماكارون، سيرتو راكم عارفين كنلقاهم غاليين، وهذا شي حاجه دو توب وزوينه وثمن ريزونابل. الوغ دابا غادي نغسل الثلاجه ديالي، دابا قريب رمضان ان شاء الله، ولي حيدت عليا مزيان. شوفوا التمر كيما جبتو كيما حطيتو غادي نديرو في البورت مونجي. ديما انا كنشارك معكم هاد البرودوي ديال الو اللي كنمسح به الكترو ميناجي كلها اللي عندي في الدار، كنمسحها بهاد الو. القرعه كدير 10 ديال الدراهم وكدي مده طويله. البوطه لا ماشينا لافي كلشي زعما صراحه ما كنحاولش ندير جافيل كاع الثلاجه. وهاد ديطول حتى هو اللي ينفعني بزاف، تيخلي ريحه ديال النقا. هذا شريته من ايام كورونا وليت كنشريه دائما، يعني ولا عندي مهم يكون عندي في الكوزينه. فوالا بالنسبة لماشينا لافي، فأنا دابا عندي اليوم تصبين وبغيت نشارك معكم كيفاش كنخدمها. أنا لامارك عندي سامسونج، فأنا بالنسبة للحوايج كنحاول البويض كنديرهم بوحدهم، الكحلين كنديرهم بوحدهم، وحتى الألوان تنديرهم بوحدهم، ما كنحاولش نخلط. واخا كتكون شي حاجة ما كتطلقش، البيضين بوحدهم والكحلين بوحدهم. ألوغ هنا بالنسبة للبروغرام، فكاين هنا بزاف ديال لي بروغرام، وصراحه كاينين دي بروغرام هنا اللي ما عمرني خدمتهم لان كاين البديل. بحال دابا هنا اكسبريس 15 دقيقه كنديرها غير الحويجات هكا اللي كيكون فيهم العرق. كاين هنا جين لالين بيبي كوتون سبور، هنا مهم كيختلفوا الدقائق. كاينه بحال بيبي كوتون فيها 3 سوايع، دونك ما كنديرهاش. هنا كاين الايزوراج هو التعصار، بعض المرات كنصبرو شي حاجه بيدينا وكنبغيو نعصروها، دونك نقدروا نديروا ليها الايزوراج. وكاين الغانساج والايزوراج، يعني الغانساج هو التشلال والايزوراج هو التعصار. الا بغينا نديروهم بجوجهم في دقه واحده حتى هما راه كاينين. بالنسبه الا بغينا نزيدو التشلال، فكاينه واحد لوبسيون اللي كاينه هنا في الطابلو الاخر في البروغرام. بالنسبه لا تمبيراتور، فانا اونتر 20 و 40، دونك ما كنحاولش ندير كتر. سيرتو الحويجات ديال القطن حتى كانت حاجه اللي هكذا موسخه هي اللي كنديرها. دونك هنا غادي شعلت انا لا ماشين، غادي نحاول ما امكن. كما شفتوا هنا كانت ديجا بروغراميه، كندير 40 20، دونك ما عمركم كتلقاوني دايره 60.
وهنا كتبقاو تلعبوا يعني نتوما كتحكموا في البروغرام ديالكم باش كتحافظوا على لا ماشين ديالكم. دونك بعض المرات ما كنديرش كاع الحراره، كندير الماء بارد سيغتو الحويجات ديال الصوف كما قلت لكم الحويجات ديال القطن. غير هو كل ما درتو يعني الحراره قل كل ما كتحافظوا على لا ماشين ديالكم. هنا بالنسبه للايزوغاج اللي هو التعصار ما كنفوتش بين 400 و800 لان لا ماشين كتعيا. هنا بالنسبه لي زوبسيون هنا فين كتحكموا. دونك هنا كما شفتوا كاينه التشليله الاولى، ماشي التشليله، التصبينه الاولى، التصبينه الثانيه اللي هما زوج شرطات، وعاده باش التشليله والتعصار. دونك في هذوك لي زوبسيون كما شفتوا وركت على هذيك كتبان فيها بحال شرطه وكاس. دونك هنا كيكون البروغرام شفتو فيه غير تسودو 70، ملي كنزيد التشليله ولا كنزيد الغسله الاولى كيتزاد في البروغرام. دونك هنا فين كنتحكم انا في البروغرام. وكما كتشوفوا كاين بحال واحد لو بول مسخ. دونك هنا اللي كيكونوا لي كاديليكا يعني بزاف الحوايج فيهم الطبايع، فكنحاول يعني ندير هذاك البروغرام كما شفتوا. دونك دابا انا غادي نتحكم في البروغرام ديالي كما شفتوا كما زدت كتزيد يعني 69 99. غير هو داك البروغرام ديال 3 السوايع ما كنديروش نهائيا، ولا بلوبار كندير هذه ديال لالين اللي فيها 51 دقيقه بالنسبه للبيجامات ديال القطن. فوالا هاد بيبي كوتون كيما قلت لكم 3 السوايع ما عمرني كنديرها. سبور فيها 74 دقيقه، هذه كنديرها للحوايج اللي كيكونوا حتى هما مسخين. دابا البنات غدا ان شاء الله غادي نصبح صايمه، وبغيت نصايب سباغيتي اسيويه. فهنا قطعت البصيله، بزاف ديال الدجاج، الفلفله، هنا قطعت خيزو درتو هكذا كيتسلق باش ما ياخذش ليا الوقت بزاف في الطياب. كاين الناس اللي غادي يديرو نيشان، مي انا وجدتو هكا اي حاجه وجدتها دابا يلاه العصر باش ملي نبغيها نلقاها. فوالا انا غادي نتسنى حتى يقرب الوقت وغادي نشاركها معاكم. الوغ البنات غادي ناخذ واحد المقيله غادي ندير فيها زيت ديال المائده، غادي ندير فيها البصيله. هنا درت واحد الجهد ديال جوج بصلات موين قطعتهم طريفات صغار، وغادي نضيف ليهم واحد جوج دروسه ديال الثومه. هاد الاله راه يلاه شريتها صراحه ماشي بخاتيك لان تيبقى هذيك كتبقى هذيك الثومه لاصقه. انا كتعجبني الغابور يعني ديك اللي كتغابي هي اللي كتجيني حسن. غادي نخليوها حتى كتشحر شويه عاد باش نضيف العطريه. دابا البنات ملي طاحت شويه البصله فغادي نقص شويه غادي من هذيك البصله، وغادي نخلي غير شويه اللي غادي يتشحر فيه لاداند ديال ماشي لاداند، انا درت صدر ديال الدجاج ولكن بامكانكم ديروا لاداند. فصدر ديال الدجاج قطعته طريفات صغار. هنا غادي ندير شويه ديال البزار، شويه ديال سكينجبير، هنا ضفت شويه ديال القزبر ومعدنوس، وشويه ديال الملحه بيان سور، وغادي نخليه حتى كيتشحر. شوفوا البنات انا راه الدجاج حيدتو، منعود لكمش على لوغو اللي طالع بهذيك التويمه والقزبر ومعدنوس. وخديت الباقي ديال البصله غادي نضيف هنا الزيت، وغادي نضيف هذاك خيزو اللي قطعناه هكا. انا قطعته بحال الطريقه، نتوما يمكن لكم تضيفوا يعني تقطعوه بالطريقه اللي بغيتيو. وخديت هنا عندي الفلفله حمراء، حتى لا كانت عندكم فلفله خضراء فمزيانه. وخيزو ديك الطريقه اللي درت ليه انا فاحسن، ما تياخذش الوقت بزاف في الطياب. هنا غادي نزيد واحد شويه ديال الهريسه، قزبر ومعدنوس، الابزار، الكمون،
الفلفل الأحمر، أضيفوا حتى شوية ديال السكينجبير، وغادي تخليو هذيك الخضيرة حتى كتشحر. ناخد واحد الكوكوط، غادي نضيف زيت الزيتون، غادي نضيف شوية ديال الملحة، شوية ديال الابزار، شوية ديال الزعتر، صافي. وغادي نضيف سباغيتي ديالنا، الماء كيكون طايب من قبل. فها هي السباغيتي ديالي، بقى فيها غير شويه ديال الماء، فغادي نخليه. وهنا الخضره اللي شحرت غادي نضيف ليها واحد المعلقه كبيره ديال لاصوص طوماط، يعني مطيشه كونسيرف، خلطها مع شويه ديال الماء. غادي نضيف هذاك لاداند، غادي نحركها. بالنسبه اللي عندها مقله كبيره فغادي تاخذ سباغيتي غادي ديرها في ديك المقله وغادي تخليها تشحر. دابا انا ما عنديش المقله كبيره، غادي ندير كلشي في الكوكو. كما شفتوا البنات بقى واحد شويه ديال الماء، دونك دابا غادي نضيف ليها هذاك الخليط. ما نعاود لكمش على واحد الريحه واعره البنات، وغادي نخليها حتى كتنشف من هذيك الميها. فوالا، منعاودش لكم البنات على سباغيتي ديالي، جات غزاله. انا رضفت حتى لاصوص الصوجا، ما قلتهاش لكم، فكتجي مغيره على ديال الكفته ديال الطون، هكذا شي حاجه زوينه. هنا وصلت نهايه ديال لا فيديو، خليتكم على خير، بسلام عليكم.